طيب نتنقل بعد كده على العجلة او انواعها بقى. انواع العجلة احنا خدنا العجلة هي تغير في السرعة، يبقى اتفقنا اول ما تلاقي عجلة يبقى على طول تغير في السرعة، اما سرعة تغير في المسافة. طيب عندي بقى بناخد العجلة لما الجسم، كنا خدنا في انواع السرعة لما الجسم بيقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية بقول عليه ان هو بيتحرك بسرعة ايه؟ منتظم. هنا نفس الحكاية، لما بتتغير سرعة الجسم بالزيادة او النقصان بمقادير متساوية في ازمنة متساوية بقول على الجسم ده ان هو بيتحرك بعجلة منتظمة. تعالوا كده نعرف مع بعض العجلة المنتظمة. العجلة المنتظمة دي ايه هي؟ هنقول له هي العجلة التي يتحرك بها الجسم امتى؟ عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. يبقى تاني، يبقى العجلة المنتظمة ايه هي؟ هي العجلة اللي بيتحرك بها الجسم امتى؟ اللي بيتحرك بها الجسم لما سرعته بتتغير بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. العجلة المنتظمة دي عندي نوعين منها، في عندي عجلة نوعين اتنين من العجل، في عندي عجلة موجبة اللي احنا بنسميها عجلة تزايدية، وفي عندي عجلة سالبة اللي احنا بنسميها عجلة تناقصية. يبقى تاني، يبقى في نوعين من العجلة، في عجلة موجبة اللي هي تزايدية وفي عجلة سالبة اللي هي تناقصية. طيب تعالوا كده نعرف العجلة التزايدية. العجلة التزايدية نعرفها كده مع بعض. العجلة يجي يقول لي ما المقصود بالعجلة المنتظمة الموجبة اللي هي قلنا بنقسم كده اسمها العجلة التزايدية. طيب ايه هي العجلة الموجبة؟ هنقول له هي العجلة التي يتحرك بها الجسم امتى؟ هنقول له عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. يبقى تاني، عجلة بيتحرك بها الجسم في خط مستقيم امتى؟ عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. من اسمها يبقى تزايدية، يبقى بتتزايد سرعته. طيب العجلة الموجبة لما نيجي نمثلها بيانين، هو الدرس ده التمثيل البياني للعجلة، لما نيجي نمثلها بيانين بتمثل بعلاقة بين، قلنا طالما عجلة بنتكلم في عجلة يبقى بنتكلم في سرعة وبنتكلم في زمن. طيب بما انها عجلة موجبة يعني تزايدية، يعني هتبقى خط بيخرج من نقطة الاصل وهيطلع على استقامة واحدة كده يبقى تزايد. يبقى دي كده علاقة بيانية لجسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة او عجلة تزايدية. طيب تعالوا كده نعرف العجلة تانية، وطبعا بنرمز لها بالرمز موجب. طيب العجلة بقى النوع التاني من العجلة، وهي العجلة المنتظمة السالبة اللي هي رمزها سالب، اللي هي التناقصية، لها اسم تاني اللي هي التناقصية، العجلة التناقصية. ايه هي تعريفها؟ هنقول له هي العجلة التي يتحرك بها الجسم امتى؟ عندما، احنا في التزايدية قلنا عندما تتزايد، يبقى في السالبة اللي هي التناقصية نقول له عندما تتناقص، ونفس التعريف هو سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. طيب عندي العجلة التناقصية أو العجلة السالبة برمز لها برمز ايه؟ لو نمثلها بيانيا برضو بتمثل، طالما بتكلم في عجلة يبقى بتكلم العلاقة هتبقى سرعة وزمن. طيب يبقى هنا تناقصية، يبقى هتبدأ كبيرة وتنتهي صغيرة، هتبقى كده، يبقى بتبدأ السرعة كبيرة وبعدين تقل 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 ومع الزمن طبعا. يبقى دي كده التمثيل للشكل البياني لجسم يتحرك بعجلة سالبة، وطبعا اشارتها بتبقى ايه؟ بتبقى سالب. طب تمام، دلوقتي يسألني بعض اسئلة ما معنى قولنا ان، يجي يقول لي ما معنى قولنا ان جسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة مقدارها 3 متر على الثانية تربيع. هو قال لي عجلة ايه موجبة؟ هنقول له اي ان عجلة الجسم تتزايد بمقدار 3 متر على الثانية كل سنة. طب يسألني سؤال ما معنى قولنا ان على العجلة السالبة، يقول لي ما معنى قولنا ان قطار او قاطرة تتحرك بعجلة منتظمة تساوي سالب 2 متر على الثانية تربيع. بالسالب القيمة بالسالب، اه يبقى عجلة تناقصية. يبقى نقول له اي ان سرعة القاطرة تتناقص بمقدار 2 متر على الثانية كل ثانية. طب يجي يسألني بقى سؤال تاني، ركزوا بقى معايا كده، يجي يقول لي متى
تكون العجلة موجبة. امتى تكون العجلة موجبة؟ قلنا لو يتحرك بسرعة غير منتظمة، ده اول شرط. يبقى شرط اساسي ان الجسم يتحرك بسرعة غير منتظمة، ده شرط اساسي لان العجلة بيبقى تغير في السرعة. الشرط التاني امتى تكون العجلة موجبة؟ لو كانت عين اتنين اللي هي السرعة النهائية اكبر من السرعة الابتدائية اللي هي عين واحد. يبقى تاني امتى تكون العجلة موجبة؟ لو كانت عين اتنين اكبر من عين ايه؟ واحد. طيب عندي رقم اتنين يجي يقول لي امتى تكون، متى تكون العجلة سالبة؟ امتى تكون العجلة سالبة؟ برضو لو الجسم تحرك ايه؟ هنقول له برضو بسرعة غير منتظم. يبقى في حالة ان يتحرك بسرعة غير منتظمة يبقى في عجلة. طب الشرط التاني ان تكون بقى العكس، ان تكون هنا سالبة يعني هتكون عين اتنين اللي هي السرعة النهائية هي اللي اقل من، هتبقى عين واحد اللي هي السرعة الابتدائية، يعني هتبتدي كبيرة وهتبدأ تقل، اما دي هتبتدي صغيرة وتبدأ تزيد. التزايدية اللي هي الموجبة، اما التناقصية بتبدأ كبيرة وتبدأ تقل وتنتهي. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي امتى تكون بقى، متى تكون العجلة بتساوي صفر؟ امتى تكون العجلة بتساوي صفر؟ هنقول له لو تحرك الجسم بسرعة منتظمة. ركزوا بقى في دي اللي هي سرعة ثابتة اللي احنا اتفقنا عليها في الدرس اللي فات. يبقى هنا لو تحرك الجسم بسرعة منتظمة يبقى مفيش عجلة، يبقى العجلة بصفر على طول. وفي الحالة دي بتكون عين واحد او عين اتنين بتساوي عين واحد، لان اصلا مفيش سرعة اصلا، مفيش عجلة اصلا لان السرعة منتظمة ثابتة مع الزمن. يبقى الثلاث حالات دول مهمين جدا. يبقى امتى تكون الجسم بيتحرك بعجلة موجبة؟ لو كانت عين اتنين السرعة النهائية اكبر من السرعة الابتدائية. امتى تكون العجلة سالبة؟ لو كانت عين اتنين اقل من عين واحد. امتى تكون العجلة بصفر؟ لو الجسم تحرك بسرعة منتظمة ثابت. طيب هناخد بقى مع بعض الاسئلة، بس قبل ما ناخد بعض الاسئلة هنلخص تاني العلاقات البيانية اللي احنا خدناها دي في الدرس التاني كله من اولها لاخرها. بصوا كده معايا على العلاقة دي. يبقى انا خدت اول حاجة التمثيل البياني للسرعة، ما جا اديك علاقة بالشكل ده كده، علاقة مسافة وزمن ماشي، وديها لك بالشكل ده. ده ايه؟ هتقول لي طالما اول حاجة عينك تبص على العلاقة عندي فيه وزن يبقى بتكلم في سرعة، يبقى نقول له ده جسم في حالة سكون. جسم في حالة ايه؟ سكون، يعني عين بتساوي صفر. طيب بص كده على الشكل التاني، اما اجي اديك كده فيه وزن واجي اعمل لك كده هتقول لي على طول يا مستر اول حاجة عينك تيجي عليها العلاقة بين ايه وايه؟ بين فيه وزن. فيه وزن يبقى بتكلم في عين برضه في سرعة، يبقى نقول له ده جسم يتحرك بسرعة منتظم. طيب عندي لو العلاقة بين ف وزين وبالشكل ده كده هنقول له ده علاقة بين ف وزين، يبقى برضو بنتكلم في سرعة، بس دي سرعة ايه؟ هنقول له سرعة غير منتظم، يبقى جسم يتحرك بسرعة غير منتظم. طب بصوا كده على العلاقة دي علاقة بين عين وزين وبالشكل ده كده، خط افقي موازي محور الزمن، يبقى ده برضو جسم يتحرك بسرعة ثابته اللي هي سرعه منتظمه. طب تمام. طب بصوا معايا كده على العلاقه دي، لو انا قلت لك علاقه بين عين وزين وجت كده، يبقى على طول اول ما عينك هتيجي على العلاقه الاول دي بين السرعه والزمن، طالما سرعه يبقى بنتكلم في عجله، يبقى نقول له ده جسم بيتحرك بعجله تزايديه اللي هي بنسميها عجله موجبه. طب بص كده على العلاقه دي، لو انا رسمت لك علاقه بالشكل ده كده بين عين وزين ورحت جاي عاملها لك بالشكل ده كده، اول حاجه عينيها هتيجي عليها برضو العلاقه بين ايه وايه؟ بين السرعه والزمن، طالما بتكلم في سرعه يبقى بتكلم عن عجله، دي عجله ايه؟ هنقول له عجله تناقصيه، يبقى جسم يتحرك بعجله سالبه اللي هي عجله تناقصيه. طيب بص كده، لو انا جبت لك علاقه بالشكل ده كده ورحت جاي عامل لك كده كده وقلت لك اوصف لي حاله الجسم، ودي علاقه بين المسافه والزمن. لما نيجي نوصف اول حاجه الجسم بدا يتحرك، مسافه وزمن يبقى بتكلم في السرعه، الجسم بدا يتحرك بايه؟ لك بسرعه منتظم. وبعدين
خط افق المصدر محور الزمن اصبح ساكن في حاله سكون، يبقى جسم يتحرك بسرعه منتظمه ثم توقف الجسم عن الحركه فتره زمنيه. طيب عندي بعد كده لما اجي اقول لك علاقه بالشكل ده كده بس بين السرعه والزمن المره دي بنفس الرسم اهي. في الحاله دي ايه؟ هنقول له سرعه وزمن، يبقى بتكلم في عجله، يبقى هنا عجله ايه؟ الفتره دي عجله تزايديه اللي هي عجله موجبه، وبعدين السرعه ثبتت بقت سرعه منتظمه، يبقى ما بقاش في عجله، العجله هنا بتساوي صفر، يبقى في الحاله ديت ثم تحرك بسرعه منتظمه بعجله بتساوي صفر، يبقى الجسم الاول مشي بعجله موجبه ثم تحرك بسرعه منتظمه وعجله بتساوي صفر. طب بص كده الحاله الثالثه ديت لما يجي يقول لك علاقه بين عين وزين وجابها ليه بالشكل ده كده. قال لك دي في الاول دي عين وزين، يبقى بتكلم في عجله، عين وزين بتكلم في عجله. طيب يبقى اذا انا عندي ده جسم والمحور بتمثل بخط بيوازي محور الزمن، يبقى على طول دي سرعه ثابته، طالما سرعه ثابته يبقى عجله بتساوي صفر، يبقى جسم يتحرك بسرعه منتظمه بعجله بتساوي صفر ثم تحرك ب عجله سالبه، يعني السرعه هنا بدات تقل، يبقى هنا عجله سالبه اللي هي عجله تناقصيه. طيب دي كده معظم الحالات اللي احنا خدناها مع بعض، فتراجعوا عليها كويس وتشوفوها. تعالوا بقى نحل بعض المسائل على الجزء ده من الدرس. تعالوا كده نبدا بالمساله دي. بيقول الجسم يتحرك بسرعه ابتدائيه مقدارها 7.5 متر على الثانيه. يبقى الجسم بيتحرك بسرعه ايه؟ ابتدائيه. يبقى انا عندي احنا خدنا نلخص المساله الحل ونبدا نلخص المساله بتاعتنا، هنيجي في جنب كده ونلخص مسالتنا. السرعه الابتدائيه اللي هي رمزها ايه؟ رمزها عين واحد يا مستر زي ما احنا عارفين، بتساوي كام؟ بتساوي 7.5، يبقى نكتب 7.5. احسب مقدار الفتره الزمنيه، يبقى هو عايز زين، زين مش مدهال، التي تصبح بعدها سرعه الجسم النهائيه اللي هي هتبقى الجسم السرعه النهائيه دي اللي هي عين 2 3 امثال سرعته الابتدائيه، علما بانه يتحرك بعجله، المعلومه اللي بعد كده اللي مداني عجله مقدارها 10 متر على الثانيه تربيع، يبقى ج بتساوي 10. طيب حل المساله دي يكون ايه؟ ركزوا بالراحه كده، هو بيقول لي جسم يتحرك بسرعه ابتدائيه مقدارها 7.5، احسب مقدار الفتره الزمنيه اللي بتصبح بعدها سرعه الجسم النهائيه 3 امثال سرعته الابتدائيه، يعني عين 2 هتكون 3 امثال عين 1، فتعالوا كده نجيب عين 2 دي، يبقى عين 2 اللي هي السرعه النهائيه هنقول بتساوي، هو بيقول لي 3 امثال عين 1، يبقى هنضرب العين 1 دي في 3، يبقى هنقول 3 في عين 1 اللي هي عندي ب 7.5، السرعه الابتدائيه هي بالتلخيص 7.5، يبقى 3 في 7.5 تحسبها كده 3 في 7.5 هيدينا 22.5، 22.5 ماشي. وعندك هنا الوحده مدالك بالمتر على الثانيه، يبقى هنقول له متر على الثانيه. كده انا جبت عين 2، اجيبها في التلخيص بقول له عين 2 بتساوي 22.5، بعد يبقى كده عين 2 بتساوي 22.5، نضرب التلاتة، هو بيقول لي 3 امثال سرعته الابتدائيه، يبقى 3 في السرعه الابتدائيه اللي هي ب 7.5 يبقى يدينا 22.5. طيب نجيب بقى الطلب اللي هو طالبه، عايز الفتره الزمنيه، يعني عايز زين. انت عندك القانون اصلا بتاع العجله لما نيجي ندخله جوه المثلث كانت ج بتساوي دلتا عين على دلتا زين. طب انا عايز دلتا زين، هنحط ايدنا عليها ونخرجها بره، يبقى دلتا زين ده القانون اهو بيساوي، اتفضل لي دلتا عين على ج اللي هو بيساوي دلتا عين دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عين 2 ناقص عين 1 على ج تنزل. نقول تاني دلتا زين بيساوي، ونشد شرط الكسر، نبدا نعوض بقى. عين 2 بكام؟ عين 2 انا جبتها هي ب 22.5، اعوض عنها ب 22.5، ناقص قابلتني احطها زي ما هي. عين 1 بكام؟ عين 1 عندي هي ب 7.5، اكتب 7.5. على ج بكام؟ ج هي ب 10، نكتب 10، وبعدين نعملها بالآلة الحاسبة، هتروح جاي مجمعهم هتقول 22.5 ناقص 7.5 بيساوي، هيدينا 15، الجنب اللي فوق ده 15، وتحت 10 هنقول بيساوي 15 على 10 اللي هي هتديني 1.5، 1.5، وهنا الزمن وحدة قياسه إيه؟ ثانية. خلاص كده يبقى اداني 1.5 ثانيه بس، خلاص كده دي اول مساله. تعالوا نشوف مساله ثانيه. طيب مساله ثانيه، سياره كانت تتحرك بسرعه 40 متر على الثانيه. يبقى هنيجي نلخص مسالتنا كده في جنب، هي السياره بتتحرك بسرعه 40، يبقى هنقول له عين واحد عندنا اللي هي السرعه الابتدائيه بتساوي 40، وعندما استخدم السائق الفرامل، يعني الراجل ده فرامل، تناقصت سرعتها بمعدل كام؟ 2 متر على الثانيه تربيع.
هل دي السرعة النهائية؟ لا طبعا يا مستر، لان انت عندك الوحدة هنا متر على الثانية تربيع، دي وحدة قياس العجلة، وعشان في ناس بتلخصها على انها دي عين اتنين، دي غلط. يبقى متر على الثانية تربيع دي وحدة قياس العجلة. هو هنا مديني العجلة، والعجلة هنا ايه؟ بيقول لي تناقصت سرعة، يبقى هنا عجلة تناقصية اللي هي عجلة سالب، يبقى هنقول له جيم، التلخيص التاني اللي قابلني جيم بسالب اتنين، تحطها سالب اتنين، اوعى تنسى وتكتبها اتنين بس، تطلع معاك غلط في التعويض. وعشان كلمة تناقصت يبقى نكتب سالب اتنين، يبقى دي عجلة تناقصية. احسب مقدار سرعتها، يبقى هو عايز عين اتنين، عين اتنين مش مديهالي. بعد مرور 12 ثانية مديني زين، مديني دلتا زين عندي، مديهالي ب 12. تعالوا كده يلا نحل المسألة. يبقى أنا عايز مين؟ أنا عايز عين اتنين. نجيبها ازاي؟ أنت عندك القانون الأصلي أصلا اللي هو كان بيقول لك جيم جوه المثلث، هو لما ندخله كان الجيم تساوي دلتا عين على دلتا زين. عين اتنين دي موجودة في أنهي عين؟ يبقى أنا عايز دلتا عين، يبقى دلتا عين دي هنحط إيدينا عليها ونخرجها بره، يبقى دلتا عين هتساوي، هيتفضل إيه؟ هيتفضل لما أحط إيد على دلتا عين هيتفضل جيم في دلتا زين، يبقى نقول له جيم في دلتا زين. دلتا عين دي هعوض عنها اللي هي عبارة عن عين اتنين ناقص عين واحد بيساوي قبلتنا نحطها جيم في دلتا زين. طيب أنا عايز عين اتنين، يبقى عين اتنين هتبقى بتساوي عين واحد، وهنا ناقص تخليها هناك زائد، عين واحد زائد وتكتب جيم في دلتا زين كده، يبقى لوحدها في قوس. يبقى عين اتنين بيساوي عين واحد اعوض عنها، عين واحد هنا اهي ب40، اعوض عنها ب40 زائد قبلتنا احطها جيم عندي هنا اهي بسالب اتنين، سالب اتنين في قبلتنا احطها دلتا زين بكام؟ ب12، نكتب 12 ونروح جايين معاملينها بالآلة الحاسبة، هنقول 40 زائد نفتح قوس سالب اتنين في 12، ونقفل القوس بتاعنا ونقول بيساوي هيديني 16، يبقى عين اتنين هتساوي 16. ماشي كده؟ الوحدة المستخدمة هنا متر على الثانية، يبقى نقول له 16 متر على الثانية. بس كده بتكون المسألة خلصت، نشوف مسألة تانية. طيب نبص على المسألة التالتة معانا. بصوا كده على المسألة دي، دي شكل بياني علاقة بين السرعة وبين الزمن. بيقول لي من الشكل البياني المقابل صف حركة الجسم في الفترات AB وB C وسي دي. تعالوا كده ناخدها مع بعض، نحسب العجلة في كل مرحلة من دي. انت عندك لو انا هوصف الحركة في الفترة اي بي، نبدأ الاول بالفترة اي بي. الفترة اي بي دي اولا عشان احكم عليها، دي علاقة بين السرعة والزمن، اه يبقى انا بتكلم في عجلة يا مستر. طب لو هي علاقة بين مسافة وزمن يبقى انت بتتكلم في سرعة، اما هنا سرعة وزمن يبقى بنتكلم في عجلة. يبقى ده جسم يتحرك بعجلة موجبة اللي هي عجلة تزايدية. يبقى الفترة اي بي ده جسم يتحرك بعجلة موجبة اللي هي تزايدية. طب نحسبها، لو انا عايز احسب العجلة في الحالة ديت سهلة. انت عندك العجلة اللي هي عين اتنين ناقص عين واحد جيم اللي هي تساوي عين اتنين دلتا عين على دلتا زين، اللي هي عين اتنين ناقص عين واحد على دلتا زين اللي هي تساوي عين اتنين. عندك بص كده، انت عندك اول فترة اللي هي اي بي، يبقى النقطة الاولانية اي والنقطة التانية بي، يبقى عين اتنين بالنسبة لي هي بي اللي هي 30، يبقى تبقى عين اتنين 30 ناقص قبلتنا حطها، وعين واحد بالنسبة لي هي تبقى صفر على دلتا زين الزمن. بص كده انا كده خدت من المحور الصادات اللي واقف ده السرعة، ننزل بقى ناخد من محور السناد ده الزمن، برضو الفترة اي بي، يعني التاني بي ده هو كان 10 ناقص الاولاني صفر، يبقى الزمن عندي 10 ناقص صفر، ونقول بيساوي 30 ناقص 0 هي 30، و10 ناقص 0 هي 10، 30 على 10 فيها 3، وحدة قياس العجلة هنقول له متر على الثانية تربيع، اوعى تنسى الواحد. دي كده أول واحدة الفترة AB. طيب ندخل كده نجيب تاني واحدة الفترة BC. هنا علاقة بين السرعة والزمن، يبقى بنتكلم في عجلة زي ما اتفقنا، بس هنا السرعة إيه؟ هنا السرعة بتحرك بسرعة ثابتة مع مرور الزمن، يعني عند 10 كانت السرعة 30 ومشي شوية، عند 20 برضو السرعة 30، يبقى السرعة ثابتة بمر الزمن. يبقى هنا طالما السرعة ثابتة يبقى مفيش عجلة أصلا، يبقى هنا هنقول له جسم يتحرك أو الجسم يتحرك بسرعة ثابتة اللي هي سرعة منتظمة وعجلة بتساوي صفر. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الفترة الثالثة اللي هي سي دي. تعالوا كده ناخد الفترة سي دي. ده جسم
بدأت السرعة كانت 30 وبعدين نزلت مع الوقت لغاية ما وصلت صفر. يبقى دي عجلة تناقصية، اللي هي عجلة سالبة طالما بالعلاقة بين السرعة والزمن. يبقى ده جسم يتحرك بعجلة سالبة. طيب تعالوا كده نحسب العجلة. عندنا جيم بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على دلتا زي، اللي هي هتساوي عين اتنين بالنسبة لي فين؟ هي اسمها فترة ايه؟ اسمها سي دي، يعني دي ناقص سي. دي الاول كام؟ دي الاول السرعة هناخدها من محور السرعة ومن على محور صفر، ونطلع فوق سي كام؟ 30. يبقى نقول له صفر ناقص 30 على الزمن، هي اسمها برضو سي دي، يبقى باخد التاني ناقص الاولين، دي ناقص سي، دي ناقص سي، يبقى دي هنا 30 في محور الزمن، والسي عندي الزمن بتاعها 20، يبقى 30 ناقص 20، 30 ناقص 20 نقول بيساوي 0 ناقص 30 اللي هو سالب 30، و30 نشيل منها 20 يبقى 10، سالب 30 على 10، 30 على 10 فيها 3 والإشارة السالبة تنزل، يبقى سالب 3. وحدة قياس العجلة هنقول له متر على الثانية تربيع. يبقى دي عجلة تناقصية، عجلة سالبة، يبقى دي عجلة إيه؟ سالبة. طيب كده بتكون المسألة خلصت. كده بنكون خلصنا الدرس. لو انت استفدت اي حاجة من الدرس من فضلك اضغط سبسكرايب للقناة لو انت لسه مشتركتش بيها، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسناش. مصالح الدعاء، كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.